يعني خليني اضيف كمان على كلامك بالمناسبه يا كريم، يعني المفروض ان كل ماتش الشركه الراعيه بتطلع يعني طياره خاصه في نفس يوم المباراه، بيكون فيها تقريبا يعني لا يزيد عن 300 مشجع او اكتر حاجه بسيطه. لكن المعلومه اللي عندنا بقى خلينا نقولها لحضراتكم، هم بيدرسوا دلوقتي ان هم يطلعوا طيارتين يوم الاربع، نظرا طبعا لاهميه الماتش ورغبه كمان عدد كبير جدا من الجماهير في السفر. فطبعا لو اتكلمنا، لا الجماهير طبعا طبعا متعطشه ان هي تؤازر منتخبها وان هي تكون موجوده ويبقى في فرحه بالتاهل. فاحنا نتمنى طبعا كل التوفيق لمنتخبنا، ونتمنى ان الجماهير الجميله دي ترجع برده مبسوطه وفخوره بالاداء والنتيجه. اهم حاجه كمان عايزين نشوف اداء كويس، فربنا معانا ان شاء الله. من بقك لباب السماء. ودي يسمع من بقك ربنا.